متعة وسحر خاص في التسوق بمدينة نابلس، وأنت ذاهب إلى أسواقها التاريخية كسوق البصل والذهب وخان التجار وغيرها التي تنبعث منها رائحة الماضي في أزقتها وأروقتها، بعضها لم يتبقى منه سوى اسمه كسوق الحدادين، حيث لا يوجد فيه أكثر من حدادين اثنين. كان الشارع هذا ملان كله حدادين وكل يشتغل، وما شاء الله أقوى سوق في البلد باعتبار. بعد فترة التسعينيات الانتفاضة الأولى اللي مات مات من هون، واللي سكر سكر، وصاروا ما فيش حدا بالشارع يشتغل الحدادة، الكل يعني هلقيته مسكر، فيش إلا إحنا هون وولاد عمنا. إحنا كنا صغار ونجي عند الوالد هون وتعلمنا الصنعة، وأنا صرت أشتغل نفس الشغل وضليت بالشغل هذا، ضليت أشتغل بهذا الشغل وهنا موجودين قاعدين وصامدين يعني. يبدأ سوق البصل من مسمكة نابلس قرب دوار الشهداء، ويمتد حتى بداية خان التجار الشهير، وهو من أهم أسواق نابلس التاريخية. ورغم أنه حمل هذا الاسم إلا أنه لا يختص بالبصل فقط، بل يضم كافة أنواع الخضار والفواكه. كان سوق البصل جميل جدا، بناسه بمحلاته، كان مليان كثير ناس رايحين جايين للبيع والشراء، وكان يعني الإنسان ما يمشيش على قوامه العادية، كان ينابي من كتر الناس ما عارفش يمشي ولا يمرق. وسموه سوق البصل لأنه كان في بصل بيناته، لأنه هذا البصل هي الأكلة المفضلة مع بين الخضار، فسموه سوق البصل بدل سوق البطاطا أبزبطش، سوق الكسع أبزبطش، باذنجان أبزبطش. لما تقول سوق البصل بتيجي رونق أكثر. أما سوق خان التجار كان أشهر أسواق فلسطين لبيع الأقمشة منذ أواخر القرن الثامن عشر، والذي يعتبر نموذجا مصغرا عن سوق الحميدية في دمشق بأقواسه وأشكال محلاته. بحب أشتري من هون لأنه صاروا في ناس كتير بهاجروا المنطقة هذه، بخرجوا خارج الأسواق تحت، فصارت المنطقة هون تقريبا فاضية. إذا إحنا نفس أهل البلد ما شجعناش هدول الأسواق هون فيك تشتري، فبيهجروها الناس، بتصير منطقة فاضية، وهذا لازم واجب وطني يعني كل واحد يشجع المنطقة هذه اللي هي تراث للبلد، وإحنا معتادين وإحنا من الصغر يعني نفوت على هذه المناطق نشتري الحلويات والخضروات والملابس وكل هذا الحشي. أسواق البلدة القديمة في مدينة نابلس ما زالت محافظة على حركة التسوق بها رغم حداثة المحال والمطاعم خارجها، والتي تعتبر مقصد زوار المدينة والمغتربين من أبنائها.